الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطية ويسير بهذا التجمع الاجتماعي. الناس ديال الناظور ديالنا بعدا ناس مهمين وفاعلين، دليل انهم خداو اول المبادره ديال عقد اول لقاء للقراءه الجماعيه للمقررات اخر دوره ديال المجلس الوطني. وكذلك الناس ديال الناظور هما ناس اللي بصموا تاريخ اسهاماتهم على المستوى المحلي والوطني، واللي في الواقع ملي كنجيو لمدينه الناظور كنتاسفوا المآل اللي عرفته الاوضاع التنمويه في المدينه نتيجه لبعض الاخطاء والانحرافات اللي كانت في استثمار الرصيد النضالي لهذا المدينه. لذلك يعني الشعار اللي كتاوه الاخوان ديالنا لهذا اللقاء هو شعار معبر وكيعبر بالملموس على الحاجه الملحه ديال التطلعات ديال المواطنين بمدينه الناظور هي التنميه ولتغيير الاوضاع، واللي المدخل ديالها الاساسي هو الحكامه الجيده انطلاقا من مجالس منتخبه على اساس برامج، وكذلك بكفاءه قويه للدوله من اجل تسريع المسار التنموي في هذه المنطقه من خلال واحد التكلف ديال البرامج اللي ممكن تعطي المنطقة ولمدينة الناظور انطلاقة جديدة نحو التنمية، بما يجعل أن هذه الواجهة اللي تطل على الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للمملكة هي واجهة في مستوى التطلعات ديال القرن 21. شكرا للسيد الأمين العام على هذه الكلمة الطيبة.